تعديل بسيط قبل ما تفوتوا على التحديات الأسبوع الثالث. في تحدي بيطلب منك إنك أنت تعثر على أشياء وولفرين، اللي هو تحدي الأسبوع الثالث تبع وولفرين، اللي هو بيطلب منك إنك أنت تبحث عن كأس وولفرين في منطقة ديرتي دوكسي، اللي هي الأحواض القذرة بالعربي، هيك ترجمتها بالعربي. فأنا هلا حضركك مع مقطع صغير من تحديات الأسبوع الثالث لوولفرين، شوفوا وين المكان بعد منا بقى تفوتوا على تحديات الأسبوع الثالث. هاد تعديل بسيط للفيديو لأنه كان التحدي غير معروف من شوي قبل ما نزل الفيديو، عدلت على الفيديو كلياته مشان تحديات وولفرين. تحديات الأسبوع الثالث صاروا جاهزين معنا بملفات اللعبة، المفروض ينزلوا بوقتهم الطبيعي تبع كل يوم خميس مثل الأسبوع الماضي، مثل تبع تحديات الأسبوع الأول والثاني للسيزون 4 المفروض ينزلوا يوم الخميس الساعة 4 بالنسبة إلي، يعني بعد ساعة تقريبا أو نص ساعة من تنزيل هذا المقطع. فهلا بنشوف هل وقت ولا حيكون مثل ما هو تمام ولا لا. أنا على كل حال رح أشرح لك التحديات تبعات الأسبوع الثالث كاملين بالنسبة لتسريب ملفات اللعبة، ورح أقول لك إياهم كلياتهم بالتفصيل كامل لحتى أول ما تنزل التحديات تكون ريدي وجاهز. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بعد التحديث اللي صار اللي هو برقم 14.10 نزل معنا تحديات الأسبوع الثالث والرابع والخامس ملفات اللعبة، ولكن رح اشرح لك اليوم تحديات الأسبوع الثالث اللي رح ينزلوا اليوم إن شاء الله. بس قبل ما بلش بالشرح وفوت بالتحديات، بتمنى إذا أنت أول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة تحط لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، بتكون قدام بالآتم شوب نيمون 9 لو حابب تدعمني بالمحتوى عجبك المحتوى، وحلمتنا نوصل ل 20,000 قبل نهاية السنة. سهل جدا، بس تضغط على زر الاشتراك اللي تحت مشان تساعدني نوصل ل 20,000. ويلا مع بعض خلينا نفوت بالتحديات بشكل كامل. بالنسبة للتحديات يا شباب، التحديات 8 مثل كل مرة، ولكن في تحدي الأخير ممكن ينحذف وممكن يكمل معنا عادي. أنا رح أشرح لك التحدي الأخير وأقول لك عليه اللي هو يمكن ينحذف ويمكن لا. وبالنسبة للإكس بي، الإكس بي في إكس بي كمان، رح ننزل لكم فيديو منفصل إن شاء الله عن أماكن الإكس بي للأسبوع التالي. خلينا هلا نفوت للتحديات كلها يا شباب. بالنسبة للتحدي الأول من تحديات الأسبوع الثالث، التحدي الأول بيطلب منك إنك أنت تفتح 7 شيست بمنطقة ستيمي ستاكس. منطقة ستيمي اللي ظاهرة أمامك، هدول هن كمان أماكن الشيستات اللي ظاهرين أمامك. كل عليك إنك أنت تروح على منطقة ستيمي وتفتح 7 شيست وبتخلص أول تحدي. التحديات كليات عليها 25,000 XP، ما عدا تحدي بيطلب مساعدة من أصدقائك أو أنت بتقدر تساوي لحالك بيطلب منك أو بيعطيه 50,000 XP. والتحدي الثاني بيطلب منك انك انت تقتل 3 اشخاص بمنطقه ريتيرو. منطقه ريتيرو ظاهره امامك، كل عليك انك انت بتنزل لهنيك باي مود كان تقتل 3 اشخاص وهيك انت بتخلص هذا التحدي. هلا بقى دخلنا على التحديات الجديده والسئيله. التحدي الثالث بيطلب منك انك انت تجمع 500 خشبه بمنطقه ويبنغود. منطقه ويبنغود ظاهره امامك يا شباب، كل عليك انك انت تروح لهنيك كسر 500 خشبه من الشجر، هنيك مليان شجر وهيك انت بتخلص هذا التحدي. هلا بقى التحدي الرابع. التحدي الرابع بيطلب منك انك انت تزور منطقه الفهد الاسود يلي هي عند قريب منطقه ميستي، مثل ما ظهر امامك على الخريطه هي منطقه الفهد الاسود، وهذا هو الفهد الاسود بشكل عام اللي انت بدك تروح تزوره. انا راح اتركك مع مقطع توضيحي بسيط جدا بيورجيك وين المكان بالضبط لحتى تعرف شكله من برا لو انت يعني ما عرفت او ما فهمت عليه بزياده بالشرح. وبالنسبة للتحدي الخامس، التحدي الخامس وأسأل تحدي معنا بهذا الأسبوع، هذا التحدي يا شباب بده شوية تركيز. هذا التحدي بيطلب منك تعمل دمج 250 باستخدام أنابيب الغاز أو الكنز تبع الغاز اللي هن برميل الغاز، يا أما بيطلب منك عن طريق تفجير محطة الوقود، يعني واحدة من التنتين، يا أما عن طريق تفجير برميل الوقود أو خزان الوقود اللي بيجي بنحط بالسيارة أو بتشيله معك بالشنطة، أو عن طريق إنك أنت تفجر محطة بنزين. بدك تدمج 250 للأعداء مو لناس تانية، مو هيك إنك أنت تجمج وخلاص، للأعداء. أنا رح أقول لك كيف تساوي هذا التحدي. التحدي هذا طبعا بيطلب منك إنك أنت تدمج عن طريق هاي القصة. ممكن أنت تستنى حدا يفوت على الكازية على محطة البنزين وتفجر فيه محطة البنزين، أو ممكن تنزله نوك وتاخده لجنب محطة البنزين
ترميه هنيك وبعد منها تفجر المحطة او تفجر برميل لو انت كنت شايل برميل معك، وهيك بنحسب لك التحدي. حتى لو كان نوك اللاعب تقدر تشيله وتحطه بجنب محطة البنزين وتفجر فيه محطة البنزين او تفجر فيه برميل بنزين صغير. الموضوع سهل جدا، انا هيك حاولت اشرح لك اياه بالتفصيل. هيك انت بتقدر تساوي التحدي، وانا هيك بساوي اي تحدي بالنسبة لهيك شغلات. والتحدي السادس بيطلب منك انك انت تحط 3 فخوخ نارية 3 مرات. بس الموضوع بسيط جدا، تاخذ الفخ اللي بالارض اللي هو الفخ الجديد الناري اللي نزل معنا بهذا السيزون، تاخذ الفخ بتحطه وين ما كان، باي حيط ارميه، باي سقف ارميه وسيبه خلص. انك انت المهم تحط هذا الفخ على الحيط او على السقف او على اي مكان، وهيك بتخلص التحدي. بيطلب منك 3 فخوخ بثلاث اماكن مختلفة باي مكان بدك، يا بتقدر تبني تحطه وتمشي خلص الموضوع، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي ما قبل الأخير، التحدي ما قبل الأخير بيطلب منك انك انت تتمع مساعدة رفقاتك، بتقدر تساوي بدون رفقاتك، بتقدر تساوي سولو يلي بيريحه. هذا التحدي عليه 50,000 XP. هذا التحدي ما قبل الأخير، وممكن يكون الأخير لأنه الأخير ممكن ينحذف. التحدي هذا بيطلب منك انك انت تقتل ايرون مان 3 مرات بمنطقة ستارك الجديدة تبعه. المنطقة الجديدة كلياتنا شفناها وين، اللي هي عبارة عن منطقة المزرعة، هون منطقة ايرون مان الجديدة. كل عليك انك انت تروح تدور على البوس ايرون مان وتروح تقتله. هو ايرون مان بوس على فكرة بيكون معه كتير اسلحة قوية، فبدك تاخد بالك من هذا الموضوع. مطلوب منك انك انت تقتله 3 مرات، وهيك انت بتخلص التحديات كاملين. هلا في عنا بقى التحدي الاخير اللي هو ممكن ينحذف وممكن يضل معنا. التحدي الاخير بيطلب منك انك انت تدمج بمنطقة ميستي 500 دمج. بس الموضوع بسيط جدا، هذا التحدي ممكن ينشال ويمكن يضل، مو مؤكد انه هو لح ينشال ولا لح يضل، ولكن تقريبا بنسبة 70% لح ينشال. فانا حبيت اشرح لك يا منطقة ميستي اللي ظاهرة امامك، بتروح لهنيك بتدمج اي 500 دمج لاي اشخاص كانوا وبتخلص هذا التحدي. هيك احنا بنكون شرحنا تحديات الاسبوع الثالث كاملين بالنسبة للسيزن 4 شابتر 2. وبالنسبة هلا ان شاء الله صفي معنا تحديات الاسبوع الرابع والخامس لحتى ينزلوا بقى التحديث الجديد، لحتى نشوف شو في شغلات جديدة بملفات اللعبة. شو رأيكم يا شباب على الدعم الخرافي؟ وان شاء الله رح ننزل فيديو اماكن الاكس بي لو قدرت اليوم، لو ما قدرت بكرة ان شاء الله بيكون جاهز عنكم بالنسبة لتحديات الاسبوع الثالث، او عفوا اماكن الاكس بي الاسبوع الثالث. شكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي، كون دعم بالاتم شو بنيمو 9 وبرعاية الله.